أعزائي مشاهدي الجمهورية أونلاين، زمان كانت الجدة أو الأم بتحكي لطفلها حدوتة علشان تعلمه أي درس عايزة تعلمه. النهاردة أصبح الطفل من الممكن إنه يبتكر لنفسه حدوته، وأصبح من الممكن إنه يحول المنهج التعليمي وكتابه المدرسي لحدوتة من خلال فيلم كرتوني بتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك في اختراع فريد من نوعه بعنوان التعليم بالذكاء الاصطناعي وكتب الكتب المعززة والافتراضية. وده اختراع توصلت إليه الباحثة والإعلامية الأستاذة رضا الكرداوي، واستطاعت إنها تسجله في حقوق الملكية الفكرية باسمها ليكون أول اختراع من نوعه ليس فقط في مصر بل وعلى المستويين العربي والدولي. النهاردة لقائنا مع الأستاذة رضا هيهم كل أفراد الأسرة، وهو بمثابة رسالة لوزير التربية والتعليم لكي يتبنى هذا الاختراع، لأنه بالتأكيد اختراع مهم هيعود بالنفع على المستوى القومي وأيضا على مستوى تطوير منظومة التعليم الأساسي، أضافة إلى ذلك هيرتقي بمستوى المعلمين أنفسهم. بنرحب النهاردة بالأستاذة والإعلامية والباحثة والإعلامية رضا الكرداوي، الرئيس السابق للمجلس العربي للإعلام والإنماء. أهلا بك يا أستاذة. أهلا بك. الحقيقة أنا متشرفة أن أنا موجودة النهاردة في الجمهورية أونلاين، ودي من المواقع السباقة، يعني ده أول صفقة أو أول حوار بعمله بعد تخريج دفعة كاملة من التعليم بالذكاء الاصطناعي. أهلا بك. أهلا بك. التعليم بالذكاء الاصطناعي، احنا كتير سمعنا عن الذكاء الاصطناعي وكليات، وحتى سيادة الرئيس مهتم بموضوع الذكاء الاصطناعي، وتم افتتاح العديد من الكليات في المرحلة الأخيرة لتخريج طلاب منها لنستفيد فيها على مستوى مناحي الحياة في الهندسة في الصناعات في حاجات كتير. لكن ان انا اعلم وخصوصا في مراحل التعليم الأساسي بالذكاء الاصطناعي، ده جديد. أعتقد ده جديد. أيوة. الأول تقولي لنا الفكرة جات لك إزاي؟ بصي، بيقول لك الحاجة أم الاختراع، يعني ممكن ما يكونش الاحتياج ده كان في دول تانية. أنا لاحظت إن معظم الأطفال ومنهم يعني أبناء عائلتي وكده متجهين أكتر للألعاب والنت، وبيقضوا عليه إن شاء الله 24 ساعة، ما عندهمش مشكلة، لكن تيجي تزقيهم ناحية الكتاب المدرسي يعني شكاوى مريرة من الأمهات والآباء. فقلنا نحلل المشكلة، لقيت إن أنتي بصي كده ركزي، نفس أسلوب التعليم اللي من 5000 سنة هو نفس الأسلوب، بس كان زمان اسمه على ورق الباردي، دلوقتي على ورق عادي، ورق أبيض، يعني ركزي كده هو نفس ورق على الورق. طيب، كان ممكن يكون ده مقبول للطفل لو مفيش بدائل أخرى بتشده، يعني ممكن من 100 سنة ما عندوش حاجة يتفرج عليها، مفيش تلفزيون أو غيره. بعد وجود التلفزيون كان يقعد قدام التلفزيون، بعد وجود بقى الكمبيوتر والموبايل والتاب متجه. ففكرت الكمبيوتر بيشده أكتر من الكتاب المدرسي نفسه. طب نتساءل بقى، طب ليه إحنا ما نشدوش للعلم؟ يعني الكمبيوتر وخاصة معظم الأطفال متجهة ليه، تضيع وقت وخلاص. طب ليه احنا ما نستخدمش نفس وسائل الجذب في الافاده بقى؟ فعلا الامهات كانت بتشتكي ان الطفل لو تركته، او حتى الشاب الكبير لو تركته في غرفته للمذاكره، تفاجئ انه قاعد يتابع الافلام والانيميشن على حساب المنهج. ليه بقى؟ لانه في جذب بصري، جذب بصري. تعالي بقى نحلل المشهد كده، الكتاب بيحتوي على ايه؟ الكتاب بيحتوي على منهج يعتمد فقط على التغذيه العقليه، ودي مجهدة للشخص انه يقعد يفكر وهكذا، في حين ان النت بيجذبه ليه؟ في جرافيك ونماء وجذب وفي اتراكشن وهكذا. طب ليه بقى ما نحولش المنهج لتغذية عقلية وبصرية وسمعية؟ وسمعية وبكده احنا اضفنا 3 حاجات، يعني مش فقط بتجهديه، هو ليه مش عايز يتجه ناحية الكتاب؟ عشان بيخليه يفكر وبيجهده في التفكير عشان يتوصل لمعلومة. طيب،
فانت بصي لو انت خدتي السن من سن 3 سنين لحد مثلا 7 متجه ناحية الكرتون او لسن 8، من 8 لحد مثلا 16 و17 ناحية الالعاب الالكترونية. يعني مش هتلاقي واحد عنده 16 سنة قاعد يتفرج على كرتون مثلا وهكذا. فتعالي بقى في الفئة العمرية، طب ليه بقى انا مخدوش بدل ده ثبت ان هو اللي شده والحركة والانيميشن والحوار الجذاب، او احيانا الكرتون بيكون من غير كلام، يعني ممكن يفهمك المعنى من غير كلام. القط والفار ما بيتكلموش خالص، بس ان الحركة بتاعتهم توصل. يعني شوفي وانتي بقى عمالة تتكلمي وتقولي في معلومات وجايبة كتب ومش عايز يوصل المفهوم ولا عايز يفهمه. الأزمة تاني في ايه يا أستاذة؟ أحيانا تزقيهم وتقعدي تحشي في دماغهم المعلومات ويخلصوا الامتحانات ويبقى خلاص. لكن بالمستوى التاني هو مجرد ما بيضع المعلومة في ورقة الإجابة بينسى. لا أنا عايزاه يحتفظ بيها ويستوعبها عشان يراكم عليها عشان يطلع لي علماء، لأن العلم تراكمي. لو عامل ديليت خلاص كأننا بنبدأ من أول وجديد. فلما هنستخدم معنى كده إن تقصدي إن فكرة حضرتك واستخدام الأفلام الكرتونية في التعليم بالطريقة دي بترسخ المعلومة في ذهن مش بس الطفل، على مدار الأعوام على طول خلاص بيحصل تراكمية. يعني مش مجرد بتوصلها له بسرعة، هي بس هو أول مستوى كان الأنيميشن أو الكرتون، في مستوى تاني الموشن جرافيك. يعني مثلا المعلومات الاقتصادية، أنا مثلا عايزة أقول أو الجغرافية، عدد السكان سنة 1980 كان مثلا كذا مليون ويمثل نسبة عدد السكان هكذا، بيقعد يجي الدماغ عشان يحفظ الأرقام وهكذا والنسب، ودي أكبر ويجي له سؤال دي أكبر من دي ولا لأ. فأنا لما أعملها له كأنها رسم بياني بس متحرك مش ثابت، فيطلع عدد السكان سنة 1980 فيقف عند النص، وعدد السكان سنة 2000 يقوم رافع ويبقى أعلى. يبقى مش لما تيجي تسأليه هو عدد سكان 2002 مثلا ضعف عدد السكان ولا لا، هيقول لك اه ما هو شافها. يعني ما عادش يفكر هو انا قريتها في السطر انه فكانت في ايه وكان دي رقم كام وهكذا. انت لما بتستخدمي، بصي يا استاذه في حاجه اسمها الخريطه الذهنيه، مايند ماب، بيقول لك من احد الوسائل عشان تفتكري دعمي المعلومه بصوره وتفتكرها اكتر، دعميها بشيء متحرك، بتديكي بدل ما انت تقعدي ساعتين ثلاثه عشان تفتكريها ممكن في لحظه تفتكري المشهد فخلاص. يبقى انا كده بيسر وصول المعلومه وترسخه. فدي وسيله تانية. المهم فلما لقيت المشكله دي معممه قلت طب خلاص هو اللي شددهم الجرافيك والانيميشن والحاجات دي، نشوف ابسط الوسائل لتعلمها. لان ممكن لو جيتي كلمتي الوزارات وكده يقول لك دي حاجات مكلفه في الجرافيك، لانه معروف لما تيجي تعملي نص دقيقه جرافيك عالي تكلف اقل حاجه 30,000. فالجديد بقى ان كنت ابحث عن الوسائل المبسطه، مش لتعليم المعلم كمان انه ازاي يحول الدرس بتاعه لانيميشن وكرتون، لا الطفل نفسه. انا عايزه ان الواجب بتاعه احنا هنيجي لديها بالتفصيل، بس الاول يعني يبقى كان السبب ازاي جات لك الفكره. انت بس مش اخترعتي كمصطلح وكفكره، انت طبقتيها كمنهج تعليمي وتربوي صح كده؟ من خلال دورات تدريبيه في نقابه الصحفيين. احكي لنا عن التجربه دي، لانك بصراحه يعني قدرت تحققي فيها نجاح، احكي لنا عنها كده بشكل سريع. الحمد لله بفضل ربنا. هو ممكن كان اللي يسمعني يفتكر كلامي نظري وخلاص، اوكي والله الاطفال ممكن يعملوا هكذا. حتى فتمت دعوتي في نقابه الصحفيين عشان ندي دوره دوبلاج للاطفال. ده كان من خلال لجنه التدريب وتطوير المهنه والتدريب، والاستاذ حماد الرمحي الحقيقه اللي بيشجع كل الافكار الجديده، وكانت منها الفكره دي، لان الاول مره يتعمل دوره الدوبلاج في نقابه الصحفيين. وعرضت عليه فكره ان ممكن نستخدم الانيميشن بدل ما نعلمهم ان يعملوا افلام كرتون بشكل مطلق، ما تيجي نفكر ان نحول اي درس عربي انجليزي اي حاجه لكرتون، يبقى كده استغلينا شغفهم. فكان متوقع ان بعد انتهاء الدوره يطلع المنتج، اتفاجئوا ان من اول محاضره بيطلعوا انتاج.
بمجرد ما مديتيهم المفتاح، المفتاح يعني العملية دي انهم يتبقوا. ليه؟ لان عقل الطفل اساسا عنده الدور النقي بيستوعب بسرعة، وعنده البيزك بتاع التكنولوجيا. يعني لو بتيجي واحد عنده 40 سنة ممكن هيطلع الانتاج ده بعد شهر. يعني مثلا لما تيجي تشيريه على الواتس، وبعدين واحد يسألني طب انا شيرته على الواتس انا عايز اخليه يبقى في المعرض، هم عارفين هم ضاغطين على الفيديو ثلاث نقط حفظ المعرض خلاص، هم عندهم الاساسيات لان هم طول النهار قاعدين. يعني حضرتك اديتي الدوره دي لاطفال نقدر نقول اعمارهم كانت بتتراوح من كام لكام؟ في من 6 سنين لحد 14 سنه، وده ممكن نشوفه في الفيديوهات. استطاعوا كلهم يعني استوعبوا فكره حضرتك كويس جدا، واستطاعوا انهم يطبقوها بشكل عملي على سواء على دروس تعليميه او على حتى كرتون ترفيهي. طيب انا مش هرد على حضرتك، انا هخلي الاطفال بنفسهم هم اللي يردوا عليكي وتيجي نشوفهم دلوقتي. طيب اتفضلي، احنا هننتقل ونشوف النماذج اللي عملها الاطفال، حولوا بعض المناهج او الدروس التعليميه لافلام كرتون. ونشوف رايهم كمان. ايه رايك؟ طيب اتفضل. ماشي اوكي اتفضل. اسمي يوسف محمد فؤاد، اصغر سفير في الاي اي ميديا في نقابة الصحفيين. تعلم الدوبلاج مع رضا الكرداوي. الدكتورة رضا الكرداوي قالت لنا نحول الدروس لفيديوهات وحاجات كده. انا في المدرسة مش بفهم اوي الكتاب، لكن انا بحب الكرتون وبقعد على طول قدام التلفزيون. لما ماما ساعدتني احول الدرس الكرتون بقيت بفهم. انا عملت الحروف الهجائية وعملت الطماطم والحاجات اللي هي زي كده دي، عملت الفرنسي. ونفسي الاطفال كلهم يشوفوها عشان يتعلموا الحروف العربي، احنا كده هنفهم الدروس اكتر. نفسي احول الدروس لكرتون. الفيديوهات بتاعتي قولوا لي ايه رايكم. انا عملت فيديوهات كتير وقلت لكم عن الديناصورات والمارشميلو، يا ريت تشوفوه. انا نور ابراهيم، مبسوطه جدا اوي ان انا جيت نقابه الصحفيين مع دكتوره رضا. انا جيت هنا عشان اتعلم الدوبلاج، وانا مبسوطه جدا ان انا اتعلمت كده، ويا ريت وزير التربيه والتعليم يشوفني عشان انا بفهم جدا من الكرتون وبحب الكرتون. يا ريت المدرسين يبعتوا لنا المنهج الكرتون. انا حاولت ادرس في اللغه العربيه ووريته لاصحابي فهموه جدا وكان حلو. يا ريت كل الدروس تبقى كده. ونشكر دكتور رضا الكرداوي ونقابة الصحفيين ودكتور حماد. انا رشا حاتم، في الصف الرابع الابتدائي عرفت في نقابة الصحفيين دوره الدوبلاج عملتها الاستاذه رضا الكرداوي. اتعلمت فيها برامج الكرتون زي فيديو اسوان وعيد الحب وفوائد الفواكه، نزلتها على قناتي ويروحوا يتفرجوا عليها. انا اسمي محمد حاتم، في الصف الثالث الابتدائي جيت نقابة الصحفيين عشان اخد دور الدوبلاج مع الاستاذه رضا الكرداوي، واخدت تطبيقات كتيره علمتني افلام الكرتون وحولنا الدروس اللي في المنهج لكرتون. انا عايز كل الدروس اللي في المدرسه ابقى افهمها كده، وياريت وزير التربية والتعليم يسمعني علشان ده يسهل علينا الدراسة. أنا اسمي مريم سامح، جيت نقابة الصحفيين علشان أتعلم دورة الدوبلاج مع الدكتورة رضا. تعلمت إزاي أخلي كتاب المدرسة لكرتون. عملت فيلم عن الفرنسي أنا وماما. قعدت مع ماما نحفظ كتاب المدرسة علشان نعمل الفيديو بتاع الفرنسي. وماما مثلت دور المدرسة وانا الطالبة، وده خلاني احفظ الدرس بسهولة. يا ريت كل المناهج كده علشان احنا بنحب الكرتون. انا جمال اسامة، جيت هنا في نقابة الصحفيين اتعلم دورة الدوبلاج، وجيت هنا ان انا فاكرة ان هو تمثيل صوتي طلع حاجات اكتر بكتير، وانه نعمل كرتون
وعملت بعض الحاجات عن الخضروات وأهميتها وفوائدها. أنا نفسي عملت فيلم عن الخضروات والفواكه وجبت أهميتها، مثلا جبت عن الخس لقيت إن هو بيسهل الهضم للناس اللي عندهم مشكلة في الهضم وهكذا، وعملت فيديوهات تانية أكتر وعرفت أركب الفيديوهات على بعضها ونحط كروما ونشير وكذا. أنا في سنة ستة وعندنا في مادة التاريخ حاجات مثل حملة الفرنسيين والحاجات دي، والآن لو شفتها كنت هعرف استوعبها أكتر من أنا بقرأها بعيني. فياريت كل المواد دي تتحول لكرتون. ودي رسالتي لوزير التربية والتعليم. أنا اسمي جوزي علاء، وجيت هنا نقابة الصحفيين عشان أتعلم كورس الدبلاج مع الأستاذة رضا، وتعلمنا إزاي إن إحنا نعمل الدروس بتاعتنا الكرتون، وأتمنى إن كل المدرسين يخلوها يحولوها الفيديوهات علشان نقدر نستوعبها أكتر، وأنا مبسوطة إن أنا بعمل ده لأول مرة في مصر. أنا عن نفسي في سنة رابعة، فكان نفسي جدا إن هما يحولوها الكرتون علشان تبقى سهلة علينا. أتمنى وزير التربية والتعليم يسمع الكلام اللي أنا بقوله ده. بعد ما استمعنا لهذه النماذج الرائعة لأطفال مصر وبعض الأطفال ومنهم الطفل يوسف سفير الذكاء الاصطناعي اللي في KG، وانت قلتي حضر معاكي دورات أخرى في أيوة في الإلقاء الإذاعي وعمل نشرة أخبار الطفل نفسه. ما شاء الله ما شاء الله، يعني بجد انت حبستيني كتير قوي يعني. والله أصغر سفير الذكاء الاصطناعي بيستخدم تقنية الفيرتشوال ستوديو، يعني هو والدته طبعا الأستاذة مروة إنسانة محترمة بيشيل خلفية الاستوديو وبيصنع الاستوديو افتراضي وكذا. يعني قدرتي يا أستاذة انك باختراعك ده انك تلخص لنا وتألف لنا منهج تعليمي، واستطعت انك تطبقيه بشكل يعني عملي على مجموعة من الأطفال، وقدرت انك تكتشف لنا مجموعة من العباقرة الصغار، ومصر دايما يا رب كده ولاده يعني. وطبعا مناشدة الاطفال لوزير التربيه والتعليم الدكتور وزير التربيه والتعليم، نتمنى يا رب ان هو يستمع ليهم. وان شاء الله انا عرفت كمان ان كان حضرتك تقريبا تم التواصل بينك وبين احد المسؤولين وكيلة الوزارة التعليم وكيلة الوزارة المسؤولة بعد نشر الموضوع والعناوين لأول مرة في مصر الأطفال بيحولوا المنهج لكرتون، اللي الوزارة نفسها كانت معتبرة ان ده شيء صعب، الحقيقة تواصلنا مع وكيلة وزارة التربية والتعليم المسؤولة عن تطوير المناهج، وفي لقاء وان شاء الله قريب هيعرض الموضوع على وزير التربية والتعليم. نتمنى ان شاء الله انه يتسع صدره، وخاصة يعني حضرتك شفتي ان معظم السادة المسؤولين بوزارة التربية والتعليم مهتمين بمناقشة وبحث هذا الاختراع، ونأمل ان هو يرى النور قريبا يعني ان شاء الله. وانا عايزة اقول ان متمم للمشهد ده ايه، انه مش مجرد كرتون، لازم المعلم الرقمي، يعني احنا قلنا نتحول للتعليم الالكتروني، مش مجرد بس ان احنا بنرفع الكتب على مواقع الكترونيه، لا، المحتوى نفسه لازم يكون مختلف ووسيله العرض تبقى مختلفه. يعني حضرتك عايزه تقولي ان الاختراع ده نقدر هيستفيد منه المعلم والطالب، وخصوصا وهيرتقي بمستوى التعليم الالكتروني، وله مكملات. له مكملات يعني وضحيها لنا ازاي يعني الجزئيه دي، وضحيها لنا اكتر. يعني يا استاذه مثلا لو انا هعمل عرض لازم المعلم يعرف يعني ايه مونتاج، لازم ما يعمل فيديو يعرف يقص وهكذا، يعرف موشن جرافيك، يعرف وايت بورد، يعني دي اساليب جديده في التعلم. فانا قلت لحضرتك دي الاساس، لكن له مكملات تانية عشان اقول بقى معلم رقم. يعني هو بعد ما يعرف هذه الاساليب هتفيده في طريقه تلقينه للدرس للطالب طبعا طبعا كده. اللي هيقعد يشرحه له في ساعتين ممكن في 10 دقائق عرض المشهد، وهيكون يعني هيلزق ويندمج مع عقليه الطالب بشكل اسرع. دي طريقه يعني وسيله مبسطه خلاص، بدليل ان هو بينجذب. يعني من الممكن تدريب المعلم نفسه طبعا على هذا المنهج اللي حضرتك توصلتي اليه، وده كده معناها ان احنا هنبقى يعني كل معلم لما يعني ياخد مثل هذا المنهج هيقدر هو كمان يبتكر طريقته الخاصه بقى طبعا في عرض الدرس يعني هنلقي نماذج
مختلفه من طرق الشرح التوضيحي بقى، وده اول حاجه بالانيميشن بقى وبالكرتون. الانيميشن ده مجرد لاول مرحله في الشغل اللي احنا قلناه. بعد كده انه يظهر بقى الفيديوهات دي على الكتب نفسها اللي هي الكتب المعززه، وده مستوى اعلى من من استخدام الذكاء الاصطناعي. اتكلمينا بقى عن الكتب المعززه والافتراضيه، وضحيها لنا دي يعني ايه كتاب معزز، يعني ايه كتاب افتراضي، ويعني ايه الكود اللي حضرتك قلت عليه والتشفير للكتاب المدرسي. يعني قلتي لي ان الكتاب بدل ما هو كتاب صامت مجرد كلمات هقراها بفتحه كاني فتحت شاشه التلفزيون مثلا. وضحيها لنا. هو اولا لازم نعرف يعني ايه واقع معزز، واللي بيسمعنا دلوقتي وهيقوم قافل وكذا ويفتكر الموضوع كبير فصيح عشان الناس تفهمه. هو بعد سنه واحده انت هتكون فاهم وهتكون لابس نظاره الواقع المعزز. ليه؟ انت دلوقتي بتستخدم الفيسبوك. الفيسبوك دلوقتي ومطوره ومؤسسه مارك زوكربيرج بيعملوا على قدم وساق وبيندمجوا مع بعض الشركات البرمجه عشان بعد كده انت مش مجرد هتكتب بوست على الفيسبوك، ما انا دلوقتي بفهمها لهم بالاسلوب وبالصفحه اللي هم يفهموها. انت هتكون لابس نظاره وهتدخل العالم الافتراضي اللي انت عايزه وهتلتقي. ايوه الميتافيرس. ما هو الميتافيرس متاخده ما وراء الحقيقه او ما وراء الواقع. اللي هو تبدا بالواقع المعزز العالم الافتراضي يعني. ايوه. فبعد كده هتلاقي النظارات زي زمان، لو جيت اكلمك من 20 سنه او 15 سنه كان هيبقى صعب الموبايل الذكي ده او الهاتف الذكي موجود بزراير وكان اللي يبقى معاه كذا. دلوقتي بقى متاح مع الناس. دلوقتي احنا في صدد ان بيحضروا خلاص النظارات، فهتبقى متاحه لكل مستخدم للموبايل، فتبقى متاحه ان انا ادخل بيها كمان العوالم الثانيه اللي هستخدم النظاره دي مع الموبايل. ايوه. وادخل بيها بقى في العوالم اللي ممكن تبقى متاحه عندي في الكتاب سواء بواقع معزز او افتراضي. يعني ايه بقى واقع معزز؟ انا عندي كتاب اهو هعززه هدعمه. الكتاب ده يعني بيحتوي على معلومات صماء، انا عايزه اعززه وادعمه عشان اقدر افهم اكتر بالفيديوهات مثلا او المجسمات 3D. فحاجة اعمل سكان لصورة مثلا في الكتاب او كود ومن غير انترنت، ده الجديد بقى اللي انا وصلت له. ان ممكن يقولك لا ده محتاج فلوس والفقراء ما احنا وباقة نت وشغلنا بقى وتكلفة من غير انترنت هيظهر لي الفيديو اللي انا عايزه. ده يفيدني بقى في اللغات، لان لما بتروحي تتعلمي يعني الانجليزي. بس الجزئيه دي يعني استاذه بدها توضحها لنا. حضرتك لابد من النظاره دي معايا في التوقيت؟ لا لا، ده في الافتراضي بقى، في العالم الافتراضي. ده النظاره دي مع العالم الافتراضي. لكن المعزز والواقع المعزز ده مجرد موبايل وبعمل سكان ومن غير انترنت. يعني الكتب المعززه حاجه والافتراضيه حاجه ثانيه. ده اسمه الواقع المعزز ER Augmented Reality، والواقع الافتراضي Virtual Reality VR. طيب الواقع المعزز والكتب المعززه دي اللي بكود وبشفره مثلا او مسح ضوئي. ايوه. يقدر الطالب يفتح الكتاب ويوجه الكود عليها على الصفحه والدرس اللي عايز يشوفه، يفتح بقى قدامه الدرس على شكل فيديو حسب بقى المعلم هو بيشرح له. او يشوف انيميشن اللي هو الكرتون، او يشوف مجسمات 3D. طيب الفيديو هنا بقى والدرس ده هيبقى مثلا، هل من الممكن ان وزاره التربيه والتعليم مثلا هتحدد شكل الدرس ده ترجمته بشكل فيديو محدد مثلا؟ ما هو يا اما هتحدد فيديو معين يظهر للناس كلها، يا اما كل معلم بقى باسلوبه وطريقته. تسيب بقى كل او تسيب كل معلم ان هو يبتكر في شكل الفيديو اللي هو بدليل ان انا هسيب الطالب بدل ما يبقى الاسئله بتاعت الدرس اكتب كذا كذا، لا الطالب يعمل لي مشهد كرتوني. فاذا كان انا مديها الحريه للطالب مش هديها للمدرس. ويبقى دلوقتي لما يجي مشرف جاي من وزاره التربيه والتعليم يشوف الفيديوهات، يعني يشرف على الفيديوهات بدل ما يشوف الورق. بس ده بقى يعني عايزين بقى مشهد معنى كده شفنا درس تعليمي باكتر من شكل. في الحاله اللي زي دي طبعا انا هتخطى كده الحدود في التقييم بقى ما بين تخيلي بقى هيبقى ازاي التقييم بين الطلبه. ما هو دلوقتي انت مثلا لما بنيجي درس، بصي يا استاذه دلوقتي انا عايزاه تكلمني عن انجازات خوفو وانجازات كليوباترا. هو مكتوبه في الكتاب الانجازات ان خوفو بنى كذا وكذا،
فاحنا هنعملها، بس هو بيقعد يحفظها فمش متخيلها. زي مثلا ما بتقعدي تتكلمي للطالب عن الخرتيت، الطالب الصغير خرتيت هو مش متخيل، هو بيحفظها خرتيت وخلاص، لكن لو شافه وشافه اتحرك معاه ولعب معاه بتلزق في دماغه اكتر. يعني انت عايزه تقولي هو نفس المنهج بس لو تركنا الحريه للمدرس انه يبتكر كل واحد الشكل الكرتوني اللي عايز يترجم بيه الدرس، ده هيدي مجال اوسع للطالب انه يستوعب الدرس باكتر من طريقه. هو يبتكر في اسلوب العرض فقط، مش هيقعد المعلومه الاساسيه، الماده العلميه، وبالتالي بقى يقدر في الامتحان يعني هيسترجع بقى الفيديو المتحرك اللي شافه، لكن في الامتحان ورقي. انا بتكلم عن الواجبات المدرسيه. بالظبط بالظبط، لكن مش هنعمل لهم امتحانات كمان تنظيم الفيديوهات يعني الاجابه تبقى فيديو كرتوني. ده لا، ده مجرد انا بوصل له المعلومه عشان تثبت في دماغه. وهي في يعني دي ما هي الا اساليب متعدده لشرح الدرس فقط. اما وفي حاجه، لكن المعلومه اساسيه. ايوه، عشان بس اولياء الامور والطلبه ما يتفضلوش. لكن الخيال ده هيوسع والثانويه العامه بقى تبقى كرتون. طيب حضرتك برضو يعني اذا هنا دي الاستفاده في مجال بقى التعليم التكنولوجي، ووضحتي لنا ازاي المدرس هيستفيد من هذه. هي برضو هتفيد اكتر ذوي الاعاقه. ما احنا لسه بقى هنيجي بذوي الاعاقه، بس انا عايزه في التعليم التكنولوجي يعني احنا لخصنا كده اهميتها في انها هتساعد المدرس يبتكر اساليب جديده في طرق شرح الدرس، مش كده برضو؟ ايوه. طيب اللي حضرتك اشرتي برضو الى ان الفكره دي هتساعد كتير من ذوي الاعاقه. الحقيقه انا كنت بدرس، وده برضو قلنا الحاجه ام الاختراع. انا كنت في احدى الجمعيات الخيريه، فلقيتهم عاملين وحدة متكاملة للمتبرعين بوقتهم عشان يقروا الكتب للي هم عندهم إعاقة بصرية. ولقيت حد برضو بيقول لي أنا عشان أذاكر الدرس أو كذا بجيب حد وأديله فلوس عشان يقرأ لي الكتاب ويفهموني، ما أقدرش أذاكر كده. طيب ليه التكلفة دي، وخاصة إن هم يعني يكفي اللي هم فيه كده، بتحملوا تكلفة يعني مش مضمون حتى اللي بيقرأ له ده بيقرأ صح ولا يعني يكون قراءاته غير سليمة برضه. فلما تبقى فيديوهات معتمدة من وزارة التربية والتعليم وبيسترجعها بعيدا عن الانترنت، يبقى كده مفيش تكلفة، هو بقى بيعتمد كده على السمع. طب انا هضرب بقى عصفورين بحجر واقوم عاملة كرتوني بلغة الاشارة وفي صوت زي الفيديو اللي انا وريته لحضرتك. يعني يبقى من الصوت ذوي الاعاقه البصريه يسمعوا، وبلغه الاشاره الصم وضعاف السمع هيشوفوه، لان هما بيعانوا كتير ان هو لو مثلا طالب مثلا عنده 8 سنين هيجيب مترجم مخصوص يقعد يترجم له الكتاب، بيضطر يسمع المدرسه في الفصل، واذا استرجع او هكذا وعرف. لان حتى لو امه بتتعلم لغه الاشاره مش معقول هترجم له الكتاب كله لغه اشاره. وكمان حضرتك وضحت لي ان لغه الاشاره مش اللي هي لغه الاصابع، ما بنجيب مرشد او متدرب او مدرب يعني لذوي الاعاقه الصم، بتبقى شخصيات كرتونيه بتقوم بدور لغه الاشاره كانهم اتنين بيعانوا من نفس الاعاقه وبيتعاملوا مع بعض. ايوه، وبالتالي كده كان هو عايش وسط المجتمع بتاعه وفاهم. وبكده هتبسط كتير قوي، يبقى بتفيدني اكتر في اللغات، لان الاكسون او اللكنه اللي بتتكلم بيها مثلا مدرسه الفرنساوي على بال ما بروح الطفل بينساها. فبتضطري تفتحي مترجم وتقعدي تسترجعي تاني الجمل وهكذا. لا، هو يشوف الفيديو والمدرسه هتفضل موجوده معاه واتكلمه. الحقيقه انا مش هعدي لك المشهد واقول لك ان انا وصلت للمساعد الالي، ان المدرسه تبقى موجوده اليا وهو يكلمها وترد عليه. فخلينا ما نستبقش الاحداث، لان دوت موجود دلوقتي. انت حتى لما بتفتحي مساعد جوجل بتكلميها وترد عليكي. أيوة. بس هي مش مجسمه.
ايوه فاللي احنا شغالين فيه بقى، بس انا مش عايزين نحرق الموضوع ده، حاجه جديده ده اختراع تاني جديد تاني. طب ما تقولوا لنا سامي ده يا استاذه رضا يعني، ولا لسه الفكره يعني؟ لا هي مكتمله بس اكتملت. بس يعني بقى تقولي لنا، مش يعني حتى ولو بشكل ملخص يعني. بصي راح اقول لك، المجتمع عشان توصلي له يعني، مثلا انا كنت بكلم ناس قبل ما مارك زوكربيرج يقول انا هيبقى الفيسبوك بالنظارات وكذا، فبكلم حد فسايفني سايبني اتكلم براحتي، ما بقول له ايه، كاني بقول له هنطلع المريخ. بعديها باسبوع اعلن مارك زوكربيرج وكل بقى يتكلم عن الميتافيرس. فانا عايزه اقول لك على حاجه، لما انت احيانا بتتصلي عشان تسالي عن قطارات موعدها ايه، مش بتلاقي حد يرد عليكي او بارقام معينه. هو مجرد هيكون في شخص افتراضي، انا هاخد صوره من وشك والبسه على وش هذا المجسم ال 3D الافتراضي. ايوه. فلما حاجه اعمل سكان للدرس هتظهري لي انا بضغطه معينه. انا بقى عايزه المدرسه هيكون نفس الوش. فحد اسالك وانت ترد عليا، يعني هتقدري تقولي هتبقى مخزنين في معلومات الخاصه بالكتاب في الدرس ده بشكل لا، وفي ذكاء، الذكاء الاصطناعي بقى، في ذكاء اصطناعي بسيط وفي معقد. معقد يعني ايه؟ انا هديله المعلومات الاساسيه، هو بيقدر يربط وينتج لك اجابات مش متوقعه. ما انا عايزه اقول كده. يعني افترضي سهل، يعني الطالب سال سؤال ما هوش مدمج ضمن ال، بس يا استاذه في روبوت اسمها صوفيا، الانسان الالي ده، روبوت اسمها صوفيا. بصي انت مجرد بتدي معلومات حسب البرمجه بتاعت الروبوت اللي قدامك، الروبوت الرقمي، هو مش روبوت مجسم، انت بتدي له احيانا معلومات وهو بقى بيركب معلومات ويدي اجابات انت مش مديها. خوارزميه بقى. ايوه خوارزميه. خوارزميه يقدر هو من خلال سؤال الطالب يجمع الداتا اللي هو متخزنه عنده، ومن خلالها يستخرج الاجابه اللي تناسب. واقول حاجه مشوقه اللي بيشوفوها كده. صح يا استاذه. مره عملوا مسابقه ما بين روبوت متخزن عليه المعلومات بتاعت الفيسبوك وروبوت متخزن عليه معلومات بتاعت المايكروسوفت، في منافسه وفي حوار. ده مجمع كل المعلومات والعقليات، وده مجمع، وقعدوا بقى، قعد مارك زوكربيرج ومدير مايكروسوفت وبيتفرجوا على الحوار. اكتشفوا ان الاثنين بداوا بيكلموا بعض بلغه هم فاهمينها الاول، اللي هو الانجليزيه، بداوا يتكلموا بقى بلغه تانية احنا مش فاهمينها، وبداوا كانهم بيتحالفوا. فقاموا اضطروا سريعا يشيلوا الفيش عشان يوصلوا لان ممكن يتحالفوا علينا. ايوه انا بوريك انهم اخترعوا اللغه اللي المؤسسين بتوعهم نفسها ما كانتش عارفينها. الروبوت نفسه قدر يعني من كتر المعلومات المتكدسه معاه، قدر هو يعني بالخوارزميات المعينه يخترع لغه ثانيه، لغه ثانيه، ويتفاهموا هما الاثنين. ايوه بس الروبوت بتاعنا ده بقى اتمنى ان هو ما يخزنناش معلومات ولا يذاكر معلومه او داتا بعيد عن المنهج خالص. احنا لسه في المبسط يا استاذه بتاع الكرتون، يعني هنستخدم المبسط. أيوة مش المعقد لسه ما وصلناش. طيب هل الفكره دي ممكن تطبيقها في وزاره التعليم؟ طبعا اول مره الاطفال نفسهم، وتعالي بقى نشوف بنفسنا، احنا شفنا الاطفال، تعالي بقى نشوف اعمال الاطفال نفسهم اللي هو من سن 6 سنين ل 14 هم اللي عملوها، عشان نشوف هل فعلا ده ممكن ولا احنا اللي عمالين نخترع من دماغنا. اتفضلي. انا يعني بشكرك جدا، ونشوف فاصل بس ونشوف الافلام ونرجع لكم تاني. اتفضلي. جود مورنينج احمد. جود مورنينج ميس. Are you good today? Yes, I am good, miss. Let's go. Why is the Nile important? The Nile provides us with water, food, and transportation. The Nile soil is rich and good for growing crops. Good, Ahmed. Okay, how many countries does the Nile travel through? And what are they? The Nile travels through 11 countries. They are Ethiopia, Sudan, South Sudan, Egypt, Rwanda, Tanzania, Uganda, Burundi, the Democratic Republic of Congo, Eritrea, and Kenya. Very good, Ahmed. Thank you.
الرسمية لازم تبتدي بيا، وأنا على طول مرفوع، وأنا الخبر بأخبر عن المبتدأ وبكمل معنى الجملة، وأنا كمان على طول مرفوع. إيه ده؟ أنتوا مين؟ إحنا عصابة إن وخواتها جايين نسيطر عليكم. أنا إن، وأنا إن، وأنا كأن، وأنا لكن، وأنا ليت. تعالى لي يلا بقى يا مبتدأ. أنت مبقاش اسمك مبتدأ، أنت من النهاردة اسمك اسمي إن وأخواتها، وكمان مش هتبقى مرفوع، هتبقى منصوب. لا ازاي ازاي؟ وانت ما بقاش اسمك خبر، انت من النهاردة اسمك خبر ان واخواتها، وخليك مرفوع. لا ازاي ازاي؟ لا انت زرنا. احنا ان واخواتها بندخل على الجملة الاسمية بننصب المبتدأ ويسمى اسمنا ونرفع الخبر ويسمى خبرنا. المانجاية مليانة بفيتامين سي وبحمي الجسم من السرطانات وبنظم ضغط الدم. يلا كلوني كلوني، انا الفراولايه حمرا ومسكره وغنيه بفيتامين جيب وبقوي جهاز المناعه وبمد الجسم بالطاقه. انا بقى الاناناس، فوايدي ملهاش حصر وغني بالفوسفور والمنجنيز اللي بيقوي العظام وبعزز من صحه القلب والشرايين ومضاد للالتهابات وبخفف من الام العظام. ازيك يا جزر، عامله ايه؟ الحمد لله كويسه يا بصل. ايه ده؟ ريحتك وحشه كده ليه يا بصل؟ انا ريحتي وحشه؟ انا مش ريحتي وحشه. ما استهدوا بالله، في ايه؟ بصل بتقول عليا اللي انا ريحتي وحشه؟ مينفعش كده يا جزر، اتأسف للبصل. انا اسفه جدا يا بصل. رجعنا لكم تاني مع الاستاذه رضا الكرداوي في الحديث المقطع. ايه رايك في الشغل بقى اللي انت شفتيه؟ لا بجد حاجه مصدقه ان الاطفال هم اللي عملوا ده. انا احييكي والله يا استاذه، انا احييكي. طيب يعني ما شاء الله انا قدامي شخصيه يعني متعدده الاختراعات، بسم الله ما شاء الله. يعني من ضمن الاختراعات اللي سجلتيها برضو باسمك في حقوق الملكيه الفكريه اعلام الذكاء الاصطناعي، اعتبرنا بقى احنا الاعلاميين عشان نستفيد حتى من خبرات حضرتك. لا ده خيالنا كده بشكل سريع. انا سجلت اعلام الذكاء الاصطناعي واعلام ما بعد الذكاء الاصطناعي، لان انا اول ما قلتها لقيت ناس خدوها. طيب انا هعدي بقى ما بعد الذكاء الاصطناعي الاي جي. بصي يا استاذه، هو دلوقتي ال 8 جي مش الفورج ولا الفايف، لا احنا عدينا بقى، وصلنا لل 8 جي. يعني انا عايزه اقول للناس اللي بتسمعني دلوقتي يعني بشرة حلوه، اذا كنت دلوقتي بتروح تشتري باقه والانترنت والواي فاي، لا كل ده هيبقى عادي خالص بدون الاتصالات اللي احنا مش هنغرم باقات انترنت. لا لا، هيبقى ضمن الشغل العادي بتاع المحمول. ما عادش هيبقى في موضوع انترنت. هقول لك زي ايه. فاكره زمان كنت بتكلمي المحافظات بميناتيل وبكارت وفي الشارع، دلوقتي تبص على الكباين كانها حاجه مهجوره. زمان بقى ما نحكي لاولادنا ده كان في باقه ونروح نجيب وراوتر، كل ده خلاص. بقى في دلوقتي انترنت ارضي، بقى في دلوقتي شحن هوائي، يعني موبايلك يبقى على بعد 5 متر وتشحنيه كده من الهواء، الموجات ماشيه في الهواء. بس يعني شحن هوائي وبس برضه بغرم انترنت، فاهمين ازاي؟ لا انا مش هدفع انترنت. انا بديكي مثل. هو ده بقى هيكون في الاي جي. المهم خلينا دلوقتي في الواقع المعزز ده، تقدر تستخدميه في مجالات كتيره ومنها الاعلام والسياحه وغيرها. يعني تطبيق الواقع المعزز او الافتراضي في مجال الاعلام. دلوقتي يا استاذه الصحف معظم اللي كانوا بيقروها هجروها، لان بقى في وسائل بديله ومنافسه بشكل كبير. والتلفزيون نفسه
التلفزيون بقى من المناطق المهجورة إلا قليلاً. بصي أنا عايزاكي بس تسألي، نقدر نقول المواقع والإنترنت غلب على كل حاجة. ليه بقى؟ لأن الطفل أو لحد مثلاً 20 سنة وقدامه الموبايل بديل للتلفزيون، وكده أو كده التلفزيون بيبث نفس اللي بيبث مباشرة على الموقع. بالظبط. فانت انا عايزه اللي بشوفه في اي وقت انا عايزاه، ما اقعدش قاعده قدام الشاشه بقى. انا عايزاكي بس تتخيلي مشهد كده، عمرك شفتي، استرجعي بقى لمده سنتين فاتوا، اي حد لحد سن 30 سنه قاعد قدام التلفزيون؟ استرجعي كده المشهد، مش هتلاقي الا ساعه الكوره بس. لكن الجيل ده هو اللي هيبقى كمان 10 سنين قدام شاشه التلفزيون خالص. خلاص. انا ابني تقريبا بقى له 3 شهور ما فتحش التلفزيون. انا عايزه اقول لك بس يا استاذه، انا بديكي ارقام الاعلانات نزلت، ما عادش في اقبال على الصحف ده خلاص الى حد كبير الا بنسبه 1%. ما زعلهمش مننا، لا مش احنا بنواجه الواقع. والتلفزيون برضو قلت من عليه، وكمان المواقع المفاجاه، كمان المواقع بتعاني. ده حتى يعني جوجل نفسه في خلال فتره وجيزه هيبقى معتمد بنسبة أكبر من 90% على الفيديوهات، مش حتى على الأخبار. عارفة بقى الإعلانات راحت فين؟ المفاجأة بقى، الإعلانات مشيت وراحت فين من المناطق دي؟ راحت على اليوتيوب وعلى التطبيقات وعلى جوجل بلاي وعلى الأب ستور. يعني انت مفاجأة هتلاقي الإعلان وانت بتنزلي تطبيق جوجل بلاي وأب ستور. هتنزلي التطبيق، تيجي تنزلي التطبيق تشوفي اعلان، تيجي تمارسي التطبيق، لانه الشغل دلوقتي على التطبيقات. يعني المفاجاه بقى ان المواقع كمان بدات تتسحب منها الاعلانات. كلامك ده الاختراع ده يعتبر هدمجه واطبقه برضه في الاعلان. يبقى اختصارا كده اللي هو الصحف المعززه اللي احنا وصلنا لها، انك بتيجي تنزلي برضو الفيديوهات الخاصه بالموضوعات بتاعتك، وبتيجي تعملي سكان يظهر لك الفيديو او الموشن جرافيك الخاص بالموضوع بتاعك. يبقى انا كده اضفت تغذيه بصريه وسمعيه. ده معناها ان الصحيفه الورقيه من الممكن انها بتحقيق صحفي تدمج معاه الفيديو بتاعه، الفيديو بالكود وبالمسح الضوئي اللي حضرتك اشرتي اليه ده، يقدر القارئ وهو بيقرا يقدر يفتح الفيديو بتاع حد يقول لي طب ما هو بدل ما يقعد كل ده في الجورنال انه يشوفه على الموقع. لا، ان احنا بقى هنعمل مسح ده بدون انترنت، وده التميز بقى. يبقى معايا وده الجديد اللي عندي الورقيه وافتحها كانها فيديو متحرك قدامي وبدون انترنت. بدون انترنت. الجديد بقى اللي انا ضفته خلال قد ايه يا استاذه رضا ممكن نعمله؟ من بكره. بكره ده خلاص وبدون انترنت. ايوه احنا جربنا، يعني احنا كده الدعوه بقى مش هتبقى بس لوزير التربيه والتعليم، للمجلس الوطني للاعلام ومجلس اعلى للصحافه، عشان دي يعني دعوه ان احنا نطور وباسرع وقت احياء الصحف الورقيه، احياء الصحف الورقيه. الجديد برضو ان الصحفيه ممكن بالمتحدث الالي يتحط صوره الصحفيه وشها على المجسم 3D، وهي اللي هترد، وفي مجال الخدمات هترد على المستخدم المتحدث الالي، يعني مش مجرد اشوف فيديو، لا هيكلم الصحفي او الصحفيه وبيحصل فيه خدمات. دي فرصه بقى دعوه نوجهها للمجلس الوطني للاعلام ان احنا نتوسع بقى في الدورات التدريبيه. انا اعتقد ان انت قدمتي بعض الدورات في نقابه الصحفيين خاصه بذكاء بالاعلام وذكاء الاصطناعي. خرجنا اول دفعه، احنا خرجنا اول دفعه في لسه بقى هتتوالى الدفعات ان شاء الله التالية. كانت في اكتوبر 2021. والله احنا بنشكر نقابه الصحفيين، يعني والله اتمنى انها تتوسع في الدورات دي. والحقيقه دكتور حماد الرمحي رئيس لجنه تطوير المهنه والتدريب بشكره شكرا جزيلا انه متبني الافكار الجديده. غامر برضو كان ممكن تنجح او تفشل، لكن غامر الحمد لله نجحت نجاح صح، يعني حققت نجاح باهر. ونتمنى التوسع في الدورات دي عشان يستفيد ان شاء الله يعني جموع الصحفيين ككل وصحفيين يعني بصفه عامه ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرك على استضافتي. لا احنا اللي بنشكرك على انك يعني نورتينا في
في الحوار السريع ده، وبنشكرك على الاختراعات اللي انت توصلت اليها. انا اللي بشكرك، شكرا جزيلا. ولي امنيه اخيره ان وزاره الاوقاف تتبنى معانا او الازهر ان نعمل القران بلغه الاشاره زي ما بيعملوه بكافه اللغات، لان انا عندي ملايين هنا من الصم ما بيعرفوش يقروا القران. الجزئيه دي مهمه جدا، يعني الاختراع ده هينفع بالفعل في ترجمه القران بلغه الاشاره وبالصوت الاصم الكفيف برضو هيسمعه. نفس الفكره يعني. ان شاء الله يا رب تتحقق امنيتي يا رب. ان شاء الله. لا ان شاء الله، ان شاء الله. سعداء جدا بلقائك. انا سعيده بيك. وان شاء الله لقاءات اخرى مع ابتكارات تانية واختراعات جديده لحضرتك. انا اللي بشكرك. اهلا بيك.